مشاهدينا الأعزاء، نتمنى أن نرى المزيد من آرائكم القيمة حول موضوع حلقتنا اليوم، وهو رأيكم حول الكتاب كمعلم. كيف يمارس الكتاب دور المعلم في حياتكم؟ شاركونا بآرائكم في هاشتاغ الفهرس على صفحة قناة عمان الثقافية. متابعينا، للشعر طريقة ساحرة في الإبحار بنا عبر بحار الزمن العظيمة، والشعر بميزانه وتفعيلاته وقوافيه يهذب فينا المشاعر ويمنحنا القوة التي نحتاجها للتعبير عن أنفسنا. نستضيف معنا بالاستوديو الشاعرة التي أبدعت في نسق الكلمات واستطاعت أن تعبر بأبياتها ما لا تعجز عنه الألسنة أحيانا. نرحب بضيفتنا من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الشاعرة شيخة عبدالله المطيري. مرحب بك شيخة. أهلا بك يا دكتورة، سعيدة بأن أكون معكم حقيقة على هذا البرنامج الجميل الفهرس. أنت جميلة جدا، تسلمي. شيخة، نحن نحتفي اليوم بيوم المعلم، ونقتبس من كلماتك: إذا أردنا أن نحتفي بشيء ما بشكل حقيقي فليكن لدينا إنجاز معين. ما هو الإنجاز الذي تقدمه شيخة فيه الاحتفاء بهذا اليوم؟ جميل. طبعا أولا شكرا على البحث المعمق هذا. البحث الدائم عن المعلم الأول، دائما ما أستحضر حقيقة مديرة الروضة التي كنت بها الأستاذة شمسة اللوز، أذكر حضنها الدافئ وأنا أغادر أبواب الروضة وهي تبكي وأنا أبكي وتقول لي: ستكونين غدا شيء مميز في المستقبل فانتظري. ما زلت أحتفظ بشهادة التقدير التي حصلت عليها من الروضة. هذه الشهادة هي التي تجعلني الآن أفكر ماذا سأقدم للمجتمع، وخصوصا الطفل. ماذا سأقدم للطفل؟ هل سأكون خير معلم، خير مثال؟ أنا لا أعمل في مجال التعليم، ولكن هل فعلا ما أكتبه الآن وما أقدمه وما حتى التصرفات التي أتصرفها، هل هي خير مثال لهؤلاء الأطفال أم لا؟ فهذا السؤال الذي أطرحه دائما على نفسي حتى أستطيع أن أهذب نفسي وأعلم نفسي دائما. هذا السؤال نطرحه عليك الآن، كيف ممكن أن توظفين نصك الشعري بحيث تغيرين به ثقافة، تصبحي معلمة في مجالك؟ في البداية طبعا بعيدا عن التنظير وتعريف الشعر وكيف أعرف الأطفال، إحنا طبعا نقوم بعمل بعض الورش للأطفال، معا نكتب قصيدة، كيف نتعلم كتابة القصيدة، أساسيات القصيدة، بدايات الخيال الأدبي لدى الطفل، ولكن البحث عن الشيء الآخر، الرسائل الموجهة من خلال القصيدة، التسامح، الحب، هذه الأشياء التي يجب أن نزرعها من خلال النص. ربما الطفل الآن لا يعي هذه المفردات، ولكنها سترسخ في ذاكرته كما رسخت في ذاكرتنا هذه المفردات. فمن خلال هذه النصوص أرجو أن أقدم حقيقة ما يليق بهذا الطفل حتى يكون بإذنه تعالى رافعا للواء التسامح والحب في هذه الحياة. من كلماتك أيضا: الإنسان هو هوية الشعرية. هذه الكلمات لها أبعاد فلسفية، يعني اشرحيها لنا. في الحقيقة دائما ما أسأل عن هذا الموضوع، لماذا أكتب دائما على الإنسان الآخر وأنا لم أكن هناك؟ والبارحة طبعا ألقيت قصيدة لأنني لم أكن في بعض الأماكن فأريد أن أكون هناك، أريد أن أعيش تلك التجربة، أريد يعني أن أشعر بكل ذات في هذا الوجود. لماذا؟ لأننا أحيانا بحاجة إلى أن أكون الآخر. لماذا أيضا؟ لأننا يجب أن نتقاسم هذا الهم، ومن واجبي أن لا أترك الآخر يعاني وحيدا، حتى لو لم يكن يعرف بأنني أشعر الآن بإحساسي، ولكن يجب أن أتقاسم معه هذا الهم. يجب أن يكون الإنسان هو محور كل القصائد، لأن هذه مسؤولية الشاعر الحقيقية أن يعبر عن الآخر دائما. شيخك، إيش تفسري حب الناس للشعر؟ لما مثلا يعني علاقة رومانسية أول شيء فيها يبدأ الشعر، لما تريد تحفز ابنك أو أي حد تقول فيه الشعر، إيش سر علاقة الناس بالشعر؟ ربما الطرب. الموسيقى دائما، نعم الشعر دائما يطرب شيء في النفس، خصوصا يعني إذا كانت مثلا موسيقى هذا الشعر تأخذك إلى أماكن أخرى، إلى جزر بعيدة عن هذا الوجود. هذه نقطة. النقطة الثانية التي ذكرتيها يعني مثلا أحيانا التعليم، مثلا أنا والدي عندما كنت صغيرة إذا نجحت في المدرسة أو يعني جبت تقدير ممتاز فكان يكتب لي بعض الأبيات الشعرية، هذه كنت أشعر بأنها كذلك شهادة أخرى، اعتزاز، فخر، هو وثق شيخة في هذه المرحلة من خلال هذا البيت الشعري. طب إحنا إذا تكلمنا عن الشعر، برأيك الأقوى تأثيراً الشعر النبطي أم الشعر الفصيح؟
لا يهم، هو المهم أن يكون الشعر حقيقي. يعني أحيانا تكون القصيدة مثلا فصيحة ولكنها تصل إلى الجمهور العام بشكل أسرع، ربما مصداقية هذه القصيدة. أحيانا يكون العكس، ولكن يعني هو حسب طبعا طرب الإنسان. مثلا أنا إذا سمعت قصيدة ربما فصيحة أشعر بأنها تؤثر فيه أكثر من القصيدة الشعبية، والعكس طبعا. ما راح أقول راح نستغل وجودك، أقول راح نستثمر وجودك كشاعرة. ماذا تقولي للمعلم في يومه؟ حقيقة يعني لا أعرف ماذا أقول له، ولكن ليتأكد ولتتأكد كل معلمة قدمت لي ولو شيئا بسيطا في هذه الحياة. يعني شوفي هذه الصح، النجمة، النظرة، أحيانا الابتسامة في الفصل، هذه الأشياء الآن هي التي شكلت شيخ المطيري. فشكرا لأنكم بهذا التكاثف الجميل شكلتم هذه الإنسانة التي أرجو أن تكون حقيقة لائقة بأن تكون تلميذة من تلاميذكم. الشاعرة الجميلة والرائعة شيخ المطيري، شكرا لك، واستمتعنا بالحوار معك. شكرا جزيلا لك. شكرا.